أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وافقت بالأمس على دستورية مشروع القانون الخاص بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى. حددت أن الحد الأدنى لا يقل عن 1200 جنيه والحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى اللي بيتقاضاه الموظف من المصلحة أو من الحكومة أي شخص يتقاضى هذا الراتب لا يتعدى 35 ألف جنيه في الشهر. كثير من المردود كان حول هذا المشروع من خلال نقاشات أو آراء متباينة ومختلفة. معنا في هذه الفقرة حوار خاص عن هذه التساؤلات. نعم صح يا شروات، وبالفعل المشروع ده أثار العديد من النقاشات والآراء المتباينة. احنا الحقيقة هنفتح معكم هذا الحوار، ولكن دعونا نرحب بالدكتور المهندس إسماعيل نصر الدين الخبير الاقتصادي والهداسي. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. ولكن دعونا في بدء الأمر نتابع هذا التقرير ونفتح معكم هذا الموضوع الهام، كونوا معنا. لطالما كان التفاوت المتباين لأجور العاملين في أجهزة الدولة محل نقاش وجدل واسع في الشارع المصري، وفي الآونة الأخيرة ظل إعادة هيكلة منظومة الأجور في مصر وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور هو الشغل الشاغل للدولة والمواطنين. وخلال جلسته لمناقشة موازنة الدولة العامة وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشاريع القوانين الخاصة بالخطة والموازنة للعام المالي 2013-2014. من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى محمد الفقي ضرورة حسم مسألة الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة بنحو 50 ألف جنيه شهريا وربطه بالحد الأدنى. كما شهدت الجلسة مقترحا لإصدار قانون موحد للأجور نظرا لاختلاف رواتب العاملين بالجهات المختلفة، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وإذابة الفروق في الرواتب. وفي سياق متصل خطبت وزارة المالية كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، وحذرت المالية كل من يتخلف عن تقديم الإقرار في الميعاد المحدد بغرامة مالية تتراوح من 25% إلى 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد عن الحد الأقصى. كان وزير المالية المرسي حجازي قد أوضح سابقا أن المطالبة بتقديم الإقرار هو كل شخص يعمل بالجهاز الإداري للدولة وحصل على إجمالية أكثر من 35 ضعف الحد الأدنى للأجور للجهة التي يعمل بها. نرجع تاني مشاهدينا الكرام مع دكتور مهندس اسماعيل نصر الدين الخبير الاقتصادي والهندسي. يعني دكتور اسماعيل، نبدأ بأهداف ثورة 25 من يناير واللي خرجت بتنادي بعيش حرية عدالة اجتماعية. بالنسبة لتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، يعني كان هناك آراء كثيرة ونقاشات كثيرة كما ذكرت دينا في أول الحوار. الحد الأدنى طبق لكن الحد الأقصى إلى الآن لم يطبق، لماذا؟ هو طبعا بلا شك وضع حد أقصى أو أكبر للأجر المفروض بيتحط طبقا لمعايير. هذه المعايير المفروض احنا بنتعلم من غيرنا، بس احنا ظروفنا الاقتصادية، لأن في بعض المهن يعني فعلا السقف بتاع الراتب بيبقى عالي بطبيعة هذا العمل في أي مكان في العالم مش في مصر بس، ولكن احنا في مرحلة تحول حطينا شعار ليها العدالة الاجتماعية، يبقى لابد ان سقف المرتبات العالي لا يتعدى قيمة محددة. وقلنا يعني يمكن القانون طلع بمعدل بيقول 35 ألف جنيه كحد أقصى. يعني عفوا دكتور اسماعيل، على مين سيطبق هذا القانون؟ يعني احنا بالفعل على كل العاملين بالدولة. اي شريحة؟ كل العاملين بالدولة. كل العاملين بالدولة، كل بتعاملين يعني انا. نعم. كل من يعمل يعني في الجهاز الحكومي خاصة مع البنوك او ما ده اللي انا لسه بقول لك، ان في بعض المهن اللي عايزة يعني مرحلة انتقالية معينة عشان اقدر، وفي نفس الوقت خلينا برضك نتكلم بمنتهى الصدق، الحد الادنى برضك ما
مازال أقل من السقف اللي يتيح للأسرة المصرية المكونة من أب وأم وأربع أفراد أن هي تعيش بهذا الرقم. ولكن احنا كلنا عارفين الحالة الاقتصادية اللي احنا فيها، عارفين ان احنا يعني بنبتدي مرحلة جديدة، ولكن ربنا يجيب الاستقرار بقى اللي احنا نتمنى عشان نقدر نقول ان هذا التقييم او التقدير هو مؤقت، لان احنا كلنا واحنا كناس خبراء وعارفين قد ايه هذا المبلغ فعلا لا يكفي، لان الاسرة المصرية لو حسبنا بيدفع مية وكهرباء وصرف على التعليم وصرف على المأكل والمشرب والملبس، لو قسمناهم على اي اسرة مكونة من زي ما قلت لك خمس افراد حتى، هنلاقي ان الحد الادنى ده يعني لا يغطي هذا الكلام. ولكن احنا بنقول في مرحلة انتقالية افضل مما كنا عليه، يبقى هناخده ديتا نبتدي ان شاء الله نحط خطط طموحة. طب الفئة اللي هي بتندرج تحت الحد الاقصى اللي ايه؟ الفئة او الشريحة اللي هي بتندرج تحت الحد الاقصى مش هتوافق على تقليل هذه المرتبات. كلامك مظبوط، لان في بعض المهن وايضا الفئه اللي هم بتوع الحد الادنى برضو مش راضيين ب 1200 جنيه، هم شايفينها انها قليله جدا بمثابه ال 300 جنيه او ال 350 جنيه اللي كانوا قبل الثوره. لان معدل التضخم، معدل التضخم كبير جدا، ومعدل النمو والبطاله، يعني مشاكل كثيره جدا بتقابل هذه الفئه، خاصه ان هم كانوا بيتعاملوا في قطاعات زي السياحة أو أجر يومي باليومية. شوف أقول لك حاجة، يعني أنا معاك الفئتين بلا شك، لأن كل قاعدة ليها شواذ ولها أوضاع مختلفة. أنا عايز أقول أن الحد الأقصى، إحنا لما بنقول حد أقصى أنا في رأيي أن يكون هناك مرحلة انتقالية لهذا لتنفيذ هذا القانون، أو في اللائحة التنفيذية بتاعته بتتيح هامش أقدر أتحرك فيه عشان ما أفقدش الكفاءات بتاعتي. أنا لو جيت قلت الكفاءة اللي ممكن يطلع بره ويشتغل بضعف هذا الرقم هفقده، أنا مش عايز أفقد قدر. لكن في نفس الوقت طب هو اشتغل بره فين وبكام بهذا المبلغ؟ إذا يعني بيقول لك إحصائية رئيس أمريكا أو رئيس فرنسا لا يتقاضى هذا المرتب بالنسبة لرئيس بنك. الحاجة لما يقولوا رئيس أمريكا لا يتقاضى هذا الأجر، لكن رئيس أمريكا بيوفر له كل أمور احتياجاته اليومية جاهزة ومتوضبة. أنا طبعا أنا ما بتكلمش على الفئة، أنا بتكلم على الفئة الحد الأدنى، لأن أنا أميل إلى الشعب المصري، شعب الغالبية العظمى منه متوسط وأقل من المتوسط، فهي دي الفئة اللي نهتم بيها. أنا بتكلم على أن 1200 دول رغم أنهم بالنسبة لما نسمع الرقم والله ده يعني ما بس قدامه بيبقى كل يوم في غلاء في الأسعار بالظبط. يعني أنا النهاردة بنزود 10% مثلا بالنسبة للأجور والمعاشات، ولكن قدامها بيبقى في حالة عشان كده أنا كان نفسي يضاف لنص القانون مادة تقول أن بيتم النظر في هذه القيمة كل فترة عشان أعمل موائمة ما بين التضخم وارتفاع الأسعار وما بين الحد الأدنى للأجور، ولكن ده كله هيتوقف على إحنا خلاص بقى عايزين نهدأ عشان نبتدي نبني الأمجاد زي ما قال الشيخ مطر الشعراء. ده اللي أنا كنت هسأله لحضرتك، بأن الاستقرار السياسي بيؤدي للاستقرار الاقتصادي، فهم وجهان واحدة وهم ليهم يعني نفس الحاجة في الآخر بيبقى مردودها على الشعب. ولكن في المرحلة يعني حضرتك قلت مرحلة انتقالية، احنا مش شايفين ان احنا المرحلة الانتقالية في مصر طولت جدا؟ يعني احنا امتى هنخرج من هذا النفق المظلم اللي احنا فيه، خاصة ان يعني احنا حتى بنتكلم بقالنا فترة طويلة جدا عن الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، لكن احنا في الحاجات مش مفعلة على أرض الواقع، لان ما كانش فيه إمكانيات تسمح ان انا ما هو لو طبقت قانون لازم توجدي له الوسائل اللي تقدري تحققي بيها او تنفذيه على ارض الواقع. انا مثلا من ضمن الحاجات اللي بطالب بيها ان حته المستشارين، ان دلوقتي ما فيش موظف كبير في الدوله او في موقع كبير الا ما بيجيب له 3 4 5 6 مستشارين. انا رايي ده
شيء نوع من الطرف الزايد على السوق طبعا اكثر من 3 مليار سنويا. طب ما انا المفروض لما اختار قياده او قائد في مكان او بيدير مكان يجب ان يكون من الكفاءه، وعندنا مصر ما شاء الله علينا عندنا من الكفاءات اللي يجيب واحد كف يستطيع انه هو يسد في موقعه. يعني كفاءات حضرتك من داخل المصلحه او من داخل المؤسسه طبعا نفسها طبعا او بال طب كان في دعوات في العالم الاعلام يعني انا اعلن بالأمس عن مواصفات الوظيفه، هذه المواصفات 1 2 3 4 5 اللي يتقدم هيتقدم اخذ اللي فيه كل الصفات اللي توفر عليا 3 4 مستشارين. يعني اخذ من خطاب دكتور مرسي بالامس كان في دعوات ان يبقى في مساعدين للوزراء لا يتعدى سنهم عن 40 عام، راي حضرتك في توجيه هذه الدعوه هل دي لشباب معين ام يعني بدايه لتفعيل كفاءات الشباب في نهضه مصر؟ انا في رايي هذا الموضوع جيد للشباب لان انا عايز اخلق كوادر. احنا مشكلتنا في مصر ان في حصل نوع من الانقطاع او التواصل الطبيعي لتفريغ قيادات. ده بند للشباب، بند كويس. انا ما يعني ما يعني الشيء الصح او الشيء اللي فيه فايده لشبابنا ما حدش هيقدر يعترض عليه، لان انا لما اعمل كوادر ما هو الدوله القويه هي الدوله اللي بيبقى فيها كوادر تستطيع ان تقود في كل المجالات وتستطيع ان تسد. مش ممكن هجيب قياده دي الا لما يجي يتدرج، خاصة في الوظائف يعني اللي فيها خدمات وفيها أعمال وفي أي عمل في الدنيا بيحصل فيه تدرج طبيعي ثم يصل مع مرور الوقت والسن إلى الكفاءة اللي تسمح لي أنه يقود ويبقى قائد في مكان. خلينا ناخد بقى شريحة كبيرة في المجتمع المصري، الطبقات العمالية بتطالب برفع الحد الأدنى إلى 1800 جنيه، إيه رأي حضرتك؟ أنا مع هذا المطلب قلبا وقالبا لسبب واحد. إذا كنا بنتكلم وعايزين نحل من واقع أو من أرض الواقع زي ما بيقولوا، يجب أن نكون متفهمين يعني إيه أسرة تعيش الحد الأدنى من احتياجات حياتها. الحد الأدنى إحنا عشان أسرة تعيش بتصرف على التعليم والصحة والمأكل والمشرب والمسكن والكهرباء والمية، حاجات أساسية كلها. حاجات أساسية أنا ما بقولش يروح يقضي 5 أيام في مصر. الطلب أو هذا المطلب يعني إن كان طبعا. هذا المطلب تحت بند المطالب الفئوية، لكن من أين هذه الموارد؟ لا لسه هقول يعني عشان نوفر هذه الموارد عشان أحقق ده لازم يكون هناك تناغم ما بين حكومة وما بين كل قطاعات الشعب المنتج. لازم نتحول الى شعب منتج. هذا الشعب المنتج يستطيع ثلاثة مصنع او مشروعات متوقفه لاسباب ان كانت ضرائب او بالنسبه لمشكله الامن او الاستقرار الامني في الشارع، في معدل بطاله كبير قوي بيعاني طبعاً منه الشباب، السياحه متوقفه، قطاعات استثمارات. في الموازنه الجديده تم زياده مخصصات الاجور ب 30 مليار جنيه ولم يذكر يعني من اين توفير هذه الموارد، خاصه ان في قطاعات حيويه كبيره جدا بتوفر العمله الصعبه على الاقل للاقتصاد المصري متوقفه تماما طبعا او مشلوله. وعشان كده انا بقول انا بدعو ان احنا ما نمشيش في طريق الكلام الجميل المعسول اللي مضمونه على الواقع مش موجود. يجب ان نصارح انفسنا، احنا في موقف صعب جدا جدا جدا، يجب ان احنا نقعد نحط خطط. هذه الخطط على المدى القصير وعلى المدى المتوسط وعلى المدى الطويل تاخد بايد هذه البلد عشان تعمل التنميه المطلوبه عشان تحقق في النهايه ناتج استطيع من خلاله ارفع معدل. بس حضرتك الاستقرار السياسي اللي مش موجود الان في مصر وزي ما احنا شايفين والدعوات ل 30 يونيو، طب ما هي دي كلها بتؤثر يعني الوضع السياسي، عدم استقرار الوضع السياسي في مصر بيحول ضد تحقيق الاهداف اللي حضرتك بتتكلم عليها، حتى ان احنا نقعد نحط خطط والى اخره. كلامك مظبوط. انا شايف وانا بتكلم بقلب مفتوح
احنا حتة التسامح لسه حتى دلوقتي يعني حتى تاريخه منذ قيام الثورة مش موجودة بالشكل المطلوب. في مبدئين يجب ان نعترف جميعا بهم، لن يستطيع اي فصيل مهما كان قوته وحجمه انه يقود لوحده بلد كبيرة زي مصر. نمرة اتنين، يجب ان كل من يعمل في المعترك السياسي والعام سواء هنا او هنا يكون حاطط نصب عينه انه بيعمل عشان خاطر بلده وحبا في بلده وليس عشان خاطر كرسي. ما هم المصريين يا دكتور اسماعيل كلهم بيحبوا بلدهم، بس كل واحد بيعبر برأيه. بس لا هو كل أنا آسف أقول في ناس كتير أو بتحب بلدها إما بالكلام المعسول الجميل اللي يخلي الدنيا وردية ولكن الواقع مش كده، أو بالأغاني والشعر والكلام الحماسي. احنا عايزين نروح بقى للأفعال الحقيقية ونبتدي. لما أقول أي مسؤول يقول رقم مش صح ما يستناش في مكان، أي مسؤول يدي خطط هذه الخطط تبقى شكلها حلو ومنمق. محتاجين بنية تشريعية ومحتاجين إدارة حكيمة حتى تقود البلد في هذه المرحلة الحرجة ونخرج من أزمة الاقتصاد والأزمة السياسية إلى الاستقرار. إلى الاستقرار. لا اللي أنت بتقوليه ده عين الصواب زي ما بيقول. لا يمكن أن يكون هناك استقرار اقتصادي بدون استقرار سياسي. نعم، احنا بنتمنى ان يتحقق ذلك في القريب العاجل. وفي نهايه هذا اللقاء الدكتور المهندس اسماعيل نصر الدين الخبير الاقتصادي والهندسه، انا بشكرك يا فندم على تشريفك معنا في هذا الصباح.